السلام عليكم، معكم ابن العاصمة. رانا 13 جويلية 2020. اليوم إن شاء الله نتكلموا على القضية لنا نخوضوا فيها، والصراع طويل راه يستنى فينا ضد النظام العالمي العلماني. والأمر المهم اللي لازم يفهمه الجزائري الوطني أنه هذا الصراع لنا نخوضوا فيه ماشي باش نعيشوا احنا، باش تعيش الأمة. لانه عبر القرون رانا خسرنا بزاف، خسرنا سقوط قرطاج، خسرنا سقوط الاندلس، خسرنا تقسيم الدول العربيه والاسلاميه. يعني كفانا خساره، لازم نتوحدوا على كلمه الحق اللي الله خلقنا على جالها، وجعلنا خلفاء في الارض على جال كلمه الحق لا اله الا الله محمد رسول الله. لازم الجزائري يعرف شيء مهم، أنه أمة، والله عز وجل هو اللي سماه أمة. وحنا كمسلمين هاد الشيء اللي نسيناه، أننا أمة، لأن النظام العلماني العالمي لعب بعقولنا وخلانا نتبع غير في الأشياء التافهة، وخلانا ننساو العلماء تاعنا وما نعظموش العلماء تاعنا، وصبحنا نعظمو في الفنانين وفي البهالل وفي جميع واحد يروج للجياحة. وكي نتكلم على العلماء مانيش نقصد غير العلماء تاع الدين، حتى علماء تاع التاريخ، علماء تاع الأدب، علماء تاع العلم الاجتماعي، علماء الاقتصاد. يعني كثير من العلماء اللي ما عطينا لهمش قيمة وما سمعنا لهم وما حوسنا عليهم، وهذا الشيء اللي خلى العلمانيين يتكالبوا علينا حتى ضعفنا. لكن الان الحمد لله مع نشر الوعي لازم نولوا نعطوا قيمه لهاد العلماء، نولوا حنا نحوسوا عليهم، حنا نبحثوا. الشيخ فلاني وش قال، العالم فلاني وش قال، يعني لازم يولي هذا هو همنا. لانه كانوا كاين كثير من العلماء كانوا يحذروا من هاد الشيء لنا عايشينه الآن، لكن الإعلام الخبيث العلماني ما لحقش الصوت تاعهم للأمة ولا للشعب. ولو كان نرجع للأرشيف نلقاو يعني بزاف علماء حذروا وكانوا عارفين بهاد الشيء مسبقا. لهذا لازم نرجع للعلماء تاعنا والدكاترة تاعنا، وحنا اللي نحوسوا عليهم ماشي هما اللي يحوسوا علينا. لأن العالم تلقى الله عز وجل رازقه بالبصيرة والفراسة، وبلا علماء وبلا علم نضيعوا. يعني وش حبيت نقول، أنا لازم نعطو قيمة لجميع عالم وجميع مفكر. والحاجة المهمة لازم كي تسمع لهاد الناس العلماء ولا المفكرين ولا الاقتصاديين ولا السياسيين، ما تسمحهمش بالقلب، ما تسمحهمش بالعاطفة، اسمحهم بالعقل. يعني ما تسمعش وما اعتقد في نفسك باللي الحق راهو ليك عند هذا. انت اسمع باش تستفاد، اسمع باش تتقف، اسمع باش تطور نفسك، اسمع باش تولي كل حاجة تشوفها على حقيقتها، حاجة جايحة تشوفها جايحة، وحاجة مليحة تشوفها مليحة. وقد ما تسمع لهاد الناس راح يولي عقلك وحده يفلتري، وحده يدي حاجة ليسحقها ويرمي حاجة اللي ما يسحقهاش. وبالعقل راح تلقى روحك تطورت فكريا، لأنه الكلام هذاك اللي راك تسمع فيه يعتبر علم. ومع الوقت تولي تعرف ولا تولي عندك قدرات، وين تولي تتري العلماء شكون اللي يساعدك شكون اللي ما يساعدكش، وراح تلقى نتائج بإذن الله مرضية. يعني ترضيك وتساعدك في الحياة تاعك اليومية. وحنا الحاجة اللي هلكت الأمة وهلكت الشباب هي مثلا كرة القدم. كرة القدم هذه لازم يلحق الإنسان أن يشوفها حاجة تاع متعة فقط، باستون. لأنه كاين كتير أمور مهمين على كرة القدم في حياتك اليومية. كرة القدم هذه جعلها حاجة هكذا متعة، كي ما عندك شو دير ولا كاش ماتش شباب لتماك الإنسان يقعد يشوف. يعني ما تجعلهاش حاجة في حياتك،
على خاطرش انت كي راك تشوف في البالون هذاك كاين بزاف ناس راهم يخطولك، تلقاهم يخطولك باش ياكلوك، باش يحطموك، باش يدولك رزقك، باش يخلوك ما تسوى والو. ما لا لازم على الانسان باش يفتح مخه ويرجع يستقبل المعلومات المهمه اللي تهمه في حياته واللي يبني بها حياته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، والسلام عليكم.